عقوبة من شرب الخمر والمخدرات. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: إن عهدا على الله ما أتى هذا الأسلوب إلا لخطورة شرب الخمر وتعاطي المخدرات. إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه الله من طينة الخبال. قيل: يا رسول الله، ما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار أو عرق أهل النار. وذلك لأن في السلامة والعافية أن في نار جهنم نهرا. عند الترمذي عصارة أهل النار هو نهر يجري. يجري من ماذا؟ من عرقهم ومن صديدهم. نعم. وأيضا في النار عين تسقى من عين آنية. سبحان الله، هو أراد في هذه الدنيا أن يتسلى وأن يخرج من عالمه إلى عالم الأنس والراحة في ظنه، وأنه يستسيغ ويفرح ويسعد قلبه بشرب الخمر. يسقى من ماذا؟ من الفضلات التي تخرج من أهل النار عقوبة له. وكذلك الشأن في من روج أو غرر، ولو لم يكن مروجا، غرر بالشباب يصدق عليه هذا الحديث. ولذلك في سنن أبي داود قال عليه الصلاة والسلام عن المسكر: ومن ساقه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه سقاه الله من طينة الخبال.